بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب نظرية العدد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في محاضرة برقم 1 من الأسبوع الثالث بعنوان خوارزمية أقليدس، وعلى هذه الصفحة موجودة صورة أقليدس. أقليدس يعني بنحكي عن 350 سنة قبل الميلاد، على فكرة قليل ما هو معروف عن أقليدس. فهذه الخوارزمية نحكي عن قبل الميلاد 350 سنة. طيب، بالنسبة للخوارزمية تقليدس تستخدم لحساب القاسم المشترك الأعظم لعددين. الآن The Euclidean algorithm أو خوارزمية أقليدس let R0 تساوي A and R1 تساوي B be integers such that A أكبر من أو تساوي B and B greater than 0. Strongly greater than zero بقوة. If the division algorithm is successively applied, إذا طبقنا خوارزمية القسمة تتابعيا successively applied to obtain rj equals rj plus 1 qj plus 1 plus rj plus 2 حيث rj plus 2 أكبر من أو تساوي صفر بالمناسبة، أكبر من أو تساوي صفر أقل من RJ زائد واحد فRJ تساوي and RN زائد واحد تساوي زيرو then R then the GCD of R0 and R1 of or the GCD of A and B هو آخر RN غير صفري is the last non-zero remainder. هذا السبب. طبعا احنا بخوارزمية القسمة هاي الار ممكن تكون زيرو، بس اذا طبقناها بصورة تتابعية وكانت الار جي زائد اثنين اكبر من صفر لا تساويه واقل من ار جي زائد واحد، بس اللي كانت تساوي صفر اياها فيهم كانت ار ان كانت زائد واحد تساوي صفر، واللي قبليهم كلياتهم كانت لا تساويهم، فانه اخر باقي غير صفر راح يكون هو الجي سي دي. بهاي الصورة من الرموز بجوز تكون شوي يعني متعبة. خلينا نشوف شو اللي بنقصده بخوارزمية القسمة ومن وين اجت خوارزمية القسمة. خوارزمية القسمة اجت من هالمبرهنة التالية. هاي هي المبرهنة التالية. اطلع اذا كان عندك اي و دي عددين صحيحين، اي و دي عددين صحيحين يعني دي لا يساوي صفر، وبدك تستخدم خوارزمية القسمة. خلينا نفترض مجازا انه دي موجبة، بدك تقسم اي على دي. اي على دي بده نوجد زوج كيو ار بحيث انه ار اكبر من او تساوي صفر، اقل من وين؟ اقل من المقسوم عليه، اقل من دي. فانه في هذه الحالة في هاي النظرية القاسم المشترك للاي و دي بيساوي القاسم المشترك للدي و ار، بيساوي القاسم المشترك للدي و ار. هذا طبعا يعني سهل جدا برهانه، او يعني هذا معتمد على شيء سابق احنا مرق علينا في النظرية اللي اخذناها بهاي الصورة، انه اذا كان A و B C integers فانه الـ JCD للـ A زائد C B و B بيساوي الـ JCD للـ A و B، اذا متذكرين برهناها بالمحاضرة السابقة. في هاي المحاضرة في هاي النظرية بس خذ A تساوي R وخذ B قديش تساوي D وخذ C تساوي Q، فانه بتنتج معك على طول هذه المبرهنة، وصارت المبرهنة الحلوة انه جي سي دي. اذا انت استخدمت خوارزمية القسمة تطلع هاي الصورة، معناته الجي سي دي للاي و دي بده يساوي الجي سي دي للدي و ار. مرة ثانية اذا انا بتابع خوارزمية القسمة اللي بقسم دي على ار، معناته خوارزمية القسمة او ناتج قسمة دي على ار او جي سي دي للدي و ار بده يساوي الجي سي دي للار و ار برايم، ار برايم اللي هو الريميندر الجديد، وهلما جرى تتابعيا. فمن هون اجت الفكره. برهان لخوارزميه تقليدس، افرض انه ار0 تساوي a وافرض انه b تساوي r1، وافرض انت خذ مجازا انه الاكبر اسمها a. طبعا هذا لا يضير، الاكبر احنا بنبلش نسميها a او بنسميها r0. طيب الان تابع في خوارزميه القسمه، طبعا هاي الكبيرة هاي الأصغر R1، عندما تقسم R0 عندما تقسم A على B، عندما تقسم R0 على R1 بدون وجد Q1 و R2 بحيث أنه R2 أكبر من أو تساوي صفر أقل من واحد، هاي من خوارزمية القسمة. الآن لاحظوا هنا الجي سي دي لR0
وآر واحد بيساوي الجي سي دي لآر واحد وآر اثنين، وهنا الجي سي دي لآر واحد وآر اثنين بيساوي الجي سي دي لآر اثنين وآر ثلاثة. طيب احنا بنتابع بهاي الخوارزمية، إذا آر نوت تساوي لي آر واحد، لأن نيجي بنقسم آر واحد على آر اثنين، آر اثنين لاحظوا آر اثنين آر ثلاثة، آر اثنين أقل من آر واحد، كويس؟ آر اثنين أقل من آر واحد، آر ثلاثة أقل من آر اثنين، وهلما جرى هاي الآر آيز كل ما لا قاعدة تنزل، لاحظ آر ثلاثة أقل من آر اثنين، وآر اثنين أقل من آر واحد، فإذا هذه أقل من هذه، كويس؟ آر أن أقل كل ما له بنزل أكيد لازم ينتهي هذا بعد فترة، بده ينتهي. الآن نيجي لنفترض إنه آخر باقي غير صفر كان آر أن. آر أن لو بدي أرجع أنا فيهم آر أن، إذا هون اللي فيه كيو أن ماينس واحد في آر أن ماينس واحد، وهاي بده يصير آر أن ماينس اثنين، مثل هاي اثنين واحد صفر، هاي أن أن ماينس واحد أن ماينس اثنين، اثنين ماينس واحد ماينس اثنين، كويس؟ أن ماينس واحد ماينس اثنين. الآن وهلما جرى نمشي فيهم بهاي الصورة، إذا كانت هاي آخر باقية غير صفري فإنه الجي سي دي في هذه الحالة، في هذه الحالة حسب اللمة السابقة، الجي سي دي للأي وبي اللي هو الآر نوت وآر ون، جي سي دي للآر نوت وآر ون يساوي الجي سي دي للآر ون وآر تو، والجي سي دي للآر ون وآر تو يساوي الجي سي دي للآر تو وآر ثري، وهلما جرى تتابعيا إلى الجي سي دي للآر أن ماينس اثنين وآر أن ماينس واحد، بيساوي جي سي دي للآر أن ماينس واحد وآر أن، والجي سي دي للآر أن ماينس واحد وآر أن بيساوي للجي سي دي للآر أن والصفر، بس الجي سي دي للآر أن والصفر بيساوي لي آر أن، لذلك الجي سي دي بده يكون يساوي لي في النهاية إيش؟ بده يساوي لي آر أن حسب ما ادعى أو حسب ما تم الادعاء في خوارزمية إقليدس. نطبق في هذا المثال ونبين الخطوات اللي بنحسبها حتى نوجد الجي سي دي ل 252 و 195. بالمناسبة إذا كانت موجود مكتوبات بالعكس اكتبوا انتم بهاي الصورة، خذ الأكبر هو اسمه أي بخوارزمية القسمة، بتبلش بالأكبر 252 عندما تقسمها على ال 189 بتطبق، يعني هون ايش؟ تطبق خوارزمية القسمة، فبدك توجد الكوشنت، الكوشنت اللي هو أكبر عدد صحيح ل 252 على 189 واحد، بتظل الباقي 54. هسا شو بتيجي تقسم ال 189 على ال 54؟ بعد بتظل إذا هون ال 189 على 54 ثلاثة أكبر عدد صحيح لها والباقي بيصفي 36. تقسم ال 54 على مين هسا؟ على 36. بعديها بتقسم مين؟ بتقسم ال 36 على 18. هون الباقي قديش؟ 36 على 18 2 في 18 36 والباقي صفر. فإذا الجي سي دي راح يعطيني قديش؟ راح يعطيني 18، هذا آخر باقي غير صفري. إذا بهاي الصورة بنبلش فيهم، بلش تتابعيا في خوارزمية القسمة حتى نحسب الجي سي دي، الجي سي دي بكون آخر باقي غير صفري. شو اسمها الخوارزمية؟ اسمها خوارزمية إقليدس. لماذا تستخدم؟ لحساب القاسم المشترك الأعظم. في لها تطبيقات خوارزمية إقليدس، التطبيقات راح نشوفها بعد شوية. خلينا نشوف كمان هون نظرية، إذا أنت كنت مهتم في أعداد في بونيتشي، فإنه الجي سي دي لعددي في بونيتشي متتابعين اف ان زائد واحد واف ان زائد اثنين، ممكن حسابته دائما عددي في بونيتشي متتابعين راح تكونوا نسبيين فيما بينهما، بمعنى آخر القاسم المشترك الأعظم لهم يساوي واحد. ليش طيب هذا؟ هذا بنتج من ممكن نستخدمه بواسطة التعريف الخاصية المميز المعرف لإعداد فيبونيتشي، خاصية المعرف لإعداد فيبونيتشي إنه اف اي دائما يعطى من مجموع العددين السابقين، عدد فيبونيتشي ببلش واحد واحد، بعدين نجمع الواحد والواحد اثنين، بعدين الواحد واثنين ثلاثة، بعدين اثنين والثلاث خمسة، وهذا ما جرى. إذا نجمع العددين السابقين حتى نحصل على عدد فيبونيتشي. الآن إذا أجينا نطبق خوارزمية إقليدس، فإنه F2 نقسمها على F1 بده يعطيني، أو Fn زائد 2 نقسمها على Fn زائد 1 يعطيني 1 في Fn، طبعاً Fn أقل من Fn زائد 1، Fn زائد 1 راح تعطينا في هذه الحالة Fn مضروبة في 1 زائد Fn ماينس 2، وهلما جرى حتى نحصل آخر باقي غير صفري اللي هو مين؟ اللي هو F2. لاحظوا
يعني هاي الصفرة جبت لهون، وهاي الزرقاء، وهاي بعدين الصفر، وهاي الزرقاء، وهون الباقي ايش اخر باقي غير صفري. فاذا الجي سي دي بده يكون، الجي سي دي بده يساوي لك ايش؟ بده يساوي لك اف اثنين، اف اثنين اللي هي تساوي لي قديش؟ اللي هي تساوي لي واحد. طيب يمكن استخدام خوارزمية القسمة using Euclidean algorithm to write JCD as linear combination. الآن إذا استخدمنا forward Euclidean algorithm، أرجع لنفس المثال اللي حليته سابقا، طلعوا خلينا أشوف أنا ال 252 استخدمت مرة خوارزمية القسمة مع ال 189 كتبتها بهاي الصورة. من هون ترى ممكن أن أحسب ال 54، أتحقق هذا من الكلام R هي 252 ماينس 1 في 189 أو زائد ماينس 1 في 189، وممكن أحسب ال 136 وهلم جرى. طيب كيف بدنا نحسب، كيف بدنا نكتب ال JCD؟ ال JCD اللي هو 18، كيف بدي أكتبه كلينر كومبينيشن لل 252 و 189؟ بسيطة جدا، نرجع فيها باكورد. كيف بدنا نرجع فيها باكورد؟ اذا بنمشي باليوكليديان الجوريثم باكورد. فببلش من تحت، لاحظوا انا من الالوان حتى هاي الالوان رتبتهم، فببلش انا بال 18 من تحت، بال 18 من هاي المعادله الزرقاء من التركوازيه، من المعادله التركوازيه بتعطيني 18 تساوي لي 54. هاي ال 54 كانها مضروبه في واحد، زائد هاي بنقولها للطرف الثاني بتصير سالب 1 في 36. الان ال 36 من المعادله اللي فوقيه بقدر احسبها قديش؟ 1 في 189 زائد سالب 3 في 54، هاي بعوضها سالب 3 في 54، فصارت وانا عندي المكونات لل 18 اللي هم 189 و 54 و 54، بجمعهم سالب 1 بسالب 3 هي عبارة عن 4 في 54، وهاي عندي سالب 1 189. الآن شو اللي بقدر أفكه؟ بقدر أفك ال 54، ال 54 من معادلة الصفرة تعطيني 252 بواحد، يعني 252 بواحد زائد ماينس 1 189 زائد ماينس 1 89، بس ال 54 مضروبة بأربعة، فبضرب هسا 4 في 1 هي 4 252، و 4 في سالب 1 سالب 4 189، سالب 4 وسالب 1 بعطيني سالب 5. وممكن نتحقق إذا ضربنا 4 252 وطرحنا منهم 5 في 189 بعطينا الناتج 18. فإذا استطعت أنه أكتب 18 اللي هو الجي سي دي كتركيبة خطية للأعداد اللي دخلت في حساب الجي سي دي لهم، اللي كانت 18 جي سي دي لهم للأي و بي، هاي أي وهاي بي. أنا ممكن أجيب لك بالامتحان إذا كان عندك الجي سي دي آر، أو خلينا نسميه آر هو الجي سي دي للأي و بي، أكتب آر كلينير كومبينيشن للأي و بي، وكتبناه على صورة M في A زائد N في B، قديش قيمة N؟ فبتقول لي N تساوي في هاي الحالة تساوي لي سالب 5. لحديت هون بنكون احنا انهينا. الله يعطيكم العافية، هذا كل ما هنالك بالنسبة لهذه المحاضرة.